إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الملاريا. مبدئيا الملاريا دي انفكشن بيسببها حاجة اسمها البلازموديوم. البلازموديوم ده كذا نوع، في منه أكتر من 100 سبيشيز، 5 منهم بس هما اللي بيصيبوا الإنسان. هنتكلم النهاردة عن 4 منهم. 4 منهم هما اللي هنتكلم عنهم، اللي هما الفالسيبارم والفيفاكس والملاري والأوفال، في نوع كمان اسمه نولسي. ماشي، عايزك بس تعرف عن الفالسيبارم ان هو بيعمل فيلير، اورجان فيلير. الفيفاكس والاوفال انهم بيعملوا حاجه اسمها هيبنوزويتس. الملاري بتعمل حاجه اسمها نيفروتيك سندروم. هفسر لك كل حاجه من الثلاثه دلوقتي، ما تحفظش اي حاجه. تمام. الاول قبل ما نتكلم عن اي حاجه لازم اعرفك اللايف سايكل، الجنرال لايف سايكل بتاعت الاسماء دي كلها بيعيشوا ازاي. ببساطه خالص، انت راجل حظك عسر. تمام. بيجي الفيميل انوفيلس موسكيتو اللي هي معديه اوريدي بالبلازموديوم، عندها اي سبيشيز بقى منها، بتيجي بتصب في دمك السبوروزويتس اللي هي دي الانفكتيف ستيج. تمام. فبيحصل في جسمك الاسيكشوال فيز اللي هي اسمها شايزوجوني او سكايزوجوني، في ناس بتقولها كده وناس بتقولها كده. الشايزوجوني دي ببساطه بيحصل فيها ريبرودكشن بس من غير ما يحصل فيها اي تفاعل ما بين جاميتس، يعني كانه ميتوزس كده، وتسمى شايزوجني نسبه لحاجه اسمها شايزونت. تمام. هقول لك يعني ايه شايزونت دلوقتي، هوضح لك كل حاجه. دخلت البلاد عندك، بيحصل انها بتبدا تلف في الجسم بتاعك بس قبل ما تدخل الار بي سيز. فمثلا بتوصل للليفر، بتدخل السبوروزويتس اهي، دخلت الليفر عملت حاجه اسمها ميروزويتس، بتبدا الميروزويتس دي تكتر. بعد كده لما تقوم الليفر سيل دي مفرقعه اللي هي الهيباتوسايت، فيطلع لك ميروزويتس كتير. الميروزويتس دي تسكت؟ لا مش هتسكت. تمام. تقوم رايحة الار بي سيز، فتدخل جواها تلف تاخد سايكل تانية. طيب الميروزويتس دي لما دخلت الار بي سيز عملت ايه؟ اتحولت لحاجة اسمها تروفوزويت، بعد كده ليت تروفوزويت، يعني ايرلي بعد كده ليت، بعد كده عملت الشايزونت. طبعا انت لو راجل يعني سريع البديهة هتاخد بالك ان شايزونت دي هي اللي انا قلت لك عليها هنا في الشايزوجني. تمام. فلما جت عملت الشايزونت ده، هو ايه عبارة عن ايه الشايزونت ده اصلا؟ ده عبارة عن كيس كده كأنه كيس مليان اكس، او هي مش اكس بقى بالمعنى الحرفي، هو مليان ميروزويتس. الميروزويتس دي بتتقسم ميتوزس لحد ما تملأ الشايزونت ده، يقوم الكيس مفرقع، فبالتالي الار بي سي اتفرقع، وتقوم طالعه الميروزويتس عامله تاني تعدي تلف كمان سايكل او اتنين او تلاته براحتها بقى. هتقعد تعيش في نفس الليله دي كتير، وهي دي اسمها الاريثروسيتيك فيز، ان هي بتحصل جوه الار بي سيز الاريثروسايتس. تمام. ممكن البلازموديوم كان يقول طب انا افضل عايش كده، افضل اتكاثر بالطريقه دي، ان انا ابوظ الار بي سيز وافضل اريبيت في نفس السايكل. بس هو اذكى من كده، لانه لو فضل يعمل ده ممكن الانسان اللي هو مصاب بالبلازموديوم ده يموت، فبالتالي كده الكائن هينقرض مع وفاه كل واحد بقى، وخلاص مش هيقدر يتنقل لناس تانية. فقال لك ايه، لا احنا عشان نضمن وجودنا نطلع شويه من دول نحولهم لجاميتوسايتس، فده سميناه جاميتوجوني. تمام. فجينا في عمل جاميتوسايتس، لما طلعت الجاميتوسايتس دي الصغيرة منها بقت هي الميل جاميتس، والكبيرة منها بقت هي الفيميل جاميتس. طيب ايه اللي بيحصل بعدها؟ طبعا انت لو تلاحظ الفيميل هي المسيطرة في كل حتة في المايكرو او في البارة، مفيش تقريبا غير الشستوزومة هي اللي رفعت راس الرجالة، يعني بعد برطمان الجدعانة طبعا. طيب طلعنا فوق، الجاميتس دخلت وهي ماشية في الدم هنا، جت واحدة تانية فيميل انوفيلس بس مش معدية، جت حظها عسر اكتر منك طبعا لانها اتعدت منك للاسف. خدت منك الجاميتس دي، فدخلت الميل والفيميل جاميتس دخلوا عندها في الميد جات، حصل بينهم فيرتيلايزيشن وعملوا سيست كده مليان سبوروزويتس جديده. وبعد كده بتطلع السبوروزويتس دي تغزو الانوفيلس توصل لحد السليفري جلاند، وبعد كده لما تيجي انت تعدي صاحبك، يعني انت مش انت بقى، تيجي نفس الناموسه دي تعدي واحد تاني حظه فقر زيك، هتقوم نازله السبوروزويتس دي في الدم وتبدا تلف نفس السايكل دي تاني. تمام. فكده قلنا ان في الاسيكشوال فيز دي بتحصل في الانسان، لان انت بيدخلك السبوروزويتس لكن انت بيتكون جواك الجاميتس، لكن هي مش بتتخصب جواك، هي بتتخصب جوا الفيميل انوفيلس. فعشان كده السيكشوال فيز اللي هي اسمها سبوروجوني هي دي اللي بتحصل فيها، بيتكون فيها السبوروزويتس اللي هي انفكتيف ستيج لينا احنا. تمام. فالسيكشوال اللي هي سبوروجني بتحصل في الفيميل انوفيلس، اما الاسيكشوال اللي هي الشايزوجني بتحصل في الانسان. الميروزويتس بتحصل جوه الليفر سيلز وبتتكون جوه الليفر سيلز، لكنها بتتكاثر جوه الار بي سيز عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه قلنا اللي هي الاريثروسيتيك فيز. طيب الجاميتوسايتس بتتكون عن طريق ان الميروزويتس بتطلع من الار بي سيز بتعمل سايكل مختلفه عشان تضمن وجود الكائن، بتعمل ميل وفيميل جاميتس. تمام. الاكزو اريثروسيتيك فيز، يعني انا دلوقتي بره الار بي سيز وهم ماشيين في الدم كده بقى، هيروحوا الاورجنز، مش شرط يفضلوا في الار بي سيز، يعني مش شرط يدخلوا جوه الار بي سي نفسها، هم ماشيين في الدم بس طالما ما دخلش جوه الريد بلاد سيل نفسها وعمل سايكل جواها وكده اكزو اريثروسيتيك. تمام. طيب ايه الاحتمالات؟
الاول في نوعين بيروحوا للليفر وبيقعدوا خاملين فيه كده، بيعملوا حاجه اسمها هيبنوزويتس، ماشي؟ دي بتبقى مش بيحصل لها ديفيجن، وكانها واخده سنوز كده، واخده قيلوله مرتاحه منتخه جوه الليفر بتاعك، ممكن تقعد كذا شهر كذا سنه، وبعد كده ترجع تظهر عليك الاعراض تاني. فتبقى انت مثلا عندك ملاريا وما تعرفش، او كان عندك ملاريا ظاهره في الدم، عشان النوعين دول بيبقوا موجودين في الدم في الفورمز اللي انا قلتها هنا، اللي هم الميروزويتس والسبوروزويتس وكل الفورمز اللي فوق بقى اللي بتبقى موجوده في الدم دي، بتبقى ظاهره اكتر في حالات الفالسيبارم والملاري، لان هم دولت بيلفوا في الدم على طول. ولما بيدخلوا الليفر بيعملوا الميروزويتس وبيحصل رابتشر وبتلف. لكن الفيفاكس والاوفال دول بيبقوا دورمننت، هم دخلوا عندك وعجبهم الوضع، ممكن يقعدوا كذا سنه، وبعد ما انت تموت اللي في الدم تلاقي دول بيمسوا عليك كده وطالعين في الدم يعدوك تاني، والاعراض تظهر وكانك ما عملتش حاجه. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا لما نيجي نتكلم عن الادويه، هتلاقي ادويه بتشتغل على الحاجات اللي هي في الاورجن نفسه اللي هم الهيبنوزويتس، وحاجات تانيه بتشتغل على البلاد فورمز. طيب البلاد فورمز انا اقصد بيها ايه؟ انا اقصد بيها الحاجات اللي انا قلت لك عليها في اللايف سايكل، اللي هم السبوروزويتس والميروزويتس والجاميتوسايتس، بس للنوعين دول، للانواع اللي هي ايه؟ للانواع اللي هي فالسيبارم والملاري، وفي الفتره اللي هي الفيفكس والاوفال بيبقوا نشيطين فيها، بيعملوا برضو ميروزويت والكلام ده. طيب في فتره تانية بيبقوا دول خاملين فيها، مش موجودين في الدم اصلا، فعشان كده هم دول اللي انا اقصدهم بالهيبنوزويتس. فدي مهمه جدا عشان حضرتك تفهم يعني ايه هيبنوزويتس ويعني ايه بلاد فورمز، تمام؟ دي انترودكشن مهمه لازم تكون فاهمها عشان بعد كده لما نبدا نتكلم عن الادويه. طيب كمان حاجه مهمه دلوقتي، الفالسيبارم قلت لك فوق ان هي بتعمل اورجان فيلير، تمام؟ طيب يعني ايه بتعمل اورجان فيلير؟ اورجان فيلير لان الفالسيبارم دي بتعمل حاجه اسمها نوبس، بيجوا مع بعض كده بيحصل لهم اجلوتينيشن، فبيجوا ممكن يسدوا لك اي ارتري، فبالتالي يمنعوا البلاد سبلاي للاورجان ده فيحصل له فيلير. طيب يعني لو حصلت في الكدني هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك اكيوت رينال فيلير، لان مفيش دم داخل، هيحصل لك الاورجان هيبوظ في ساعتها. طيب الملاري، الملاري بقى دي بتيجي هنا كده، ادي معاك النفرون جت في الحته دي كده اللي هي بيحصل فيها فلتريشن، تقوم جايه لك هنا، جاي الانتي بودي والانتيجين عاملين رياكشن هنا لطيف، تمام؟ في الحته دي كده بالظبط، هزوم اكتر هوضحها لك اكتر، في الحته دي بالظبط يقوم جاي الانتيجين والانتي بودي هنا مترسبين، وجاي معاهم الكومبلمنت سيستم مكمل الرياكشن، فيقوم خرم لك الجزء ده، فالحته دي كده بقت مفتوحه، فبدل ما كان عندك سليت بسيطه هي اللي بيحصل منها الفلتريشن يعني، فبتطلع مثلا الووتر، الجلوكوز، الامينو اسيدز، اليوريا اللي بعده، الهرمونز، حاجات بسيطه جدا من البروتين. بقى هيطلع معاك كميه كبيره من البروتين، لان الجزء ده بقى الفلتريشن فيه سهل، الجزء ده بقى مخروم، فكميه البروتين الزياده اللي هتطلع ده تعمل لك حاجه اسمها بروتين يوريا، تمام؟ يعني موجود فيه بروتين في اليورين. طيب ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان الاوزموتيك بريشر بتاعك هيتلخبط، الاورجانز مش هتبقى قادره انها تحافظ، او السيلز مش هتبقى قادره انها تحافظ على الفلويد جواها، فهيرشح السوائل دي لبره، هيحصل لك اديما، هيحصل لك اسايتس، هيحصل لك افيوجن، مش شرط في البلوره بقى، ما هو اسايتس دي مثلا في الابدومن، فاهمني؟ فممكن ده يحصل في اي بادي كافيتي بقى، ان الفلويدز بتاعتك تترشح لان البروتين بقى بينزل في اليورين، تمام؟ الخلاصه بتاعت اللي احنا قلناه، قلت لك الفالسيبارم بتعمل فيلير لانها بتعمل جلطات، الفيفاكس والاوفال بتعمل هيبنوزويتس يعني بتفضل موجوده دورمننت في الليفر، مش بتبقى اكتف، فبالتالي انت بتحتاج لها نوع معين من الادويه، المراري بتعمل نيفروتيك سندروم لانها بتخرم النيفرونز بسبب الرياكشن الاميون رياكشن ما بين الانتي بودي والانتيجين، تمام؟ دي مش هنتكلم عنها. بعد ما حضرتك خلاص عرفت ان في انواع كتيره، في فيفاكس، في اوفال، في فالسيبارم، في ملاري، في حاجات منهم بتبقى موجوده في الدم بس، في حاجات بتبقى موجوده في الليفر دورمننت بس، اسمها هيبنوزويتس اللي هم قلت لك ده مع الفيفاكس والاوفال بس. لازم كده في الدراجز لما نيجي ندي دواء نراعي الموضوع ده، نراعي ان احنا ندي دواء ياثر على البلاد فورمز، ولو الحاجات دي مثلا من النوعين اللي بيعملوا هيبنوزويتس ندي له حاجه تانية تاثر برضو على الليفر فتقتل اللي جواه. طيب الدراجز متقسمه لنوعين، كلينيكال وراديكال. الكلينيكال ده بيأثر على الحاجات اللي هي ماشيه في الدم اللي هي البلاد فورمز، تمام؟ اما الراديكال ده بيأثر على الحاجات اللي هي تأصلت وبقت موجوده عندك في جسمك مستخبيه جوه الليفر، وهو راديكال كيور يعني علاج جذري بيجيب الحاجه من جذرها، تمام؟ فده بيأثر على الهيبنوزويتس، وطبعا دي مش بتبقى موجوده غير في حالات الفايفكس والاوفال، احفظهم الله يرضى عليك. طيب البروفيلاكسز ده للوقايه، طب للوقايه برضو ما هو انت يا اما هتتعدي عن طريق ان الحاجه دخلت دمك، مثلا فرضا انك اتنقل لك بلود ترانسفيوجن من واحد عنده ملاريا، او اتنقلت لك من حشره عندها ملاريا من الفيميل انوفيلس يعني، نقلت لك سبوروزويت، فالبرايمري بروفيلاكسس ده عايز يموت لك البلود فورم، فبالتالي هيحميك من انها تدخل تعمل لك انيميا او تاخد كذا لايف سايكل جوه جسمك على الاقل في البلود، او انها توصل الليفر حتى تعمل لك ميروزويتس، تمام؟ طيب
اما الترمينال بروفيلاكسس ده بيجيبها من جدرها برضو، فرضا انها دخلت وانت ما خدتش برايمري بروفيلاكسس ودخلت جسمك وراحت الليفر وبقت دورمننت، هي هتبقى دورمننت. لو بقت دورمننت فانت كده تعديت هتحتاج لها راديكال كيور. طب لو هي لسه هتدخل وانت واخد لها ترمينال بروفيلاكسس، لا مش هتعرف تبقى تعمل هيبنوزويتس اصلا، هتتقتل هتموت. تمام، فكده على حسب الكيس بتاعتك. لو انت عندك واحد مسافر انديميك اريا هتدي له بروفيلاكسس لانه لسه ما اتعداش، فبالتالي هتدي له الاثنين دول، برايمري بروفيلاكسس وتيرمينال بروفيلاكسس، عشان تحميه من النوعين. لو هو مثلا هياخد فايفكس او اوفال تحميه من التيرمينال بروفيلاكسس، تدي له تيرمينال بروفيلاكسس، والبرايمري بروفيلاكسس عشان البلاد فورمز كلها اللي هي بقى سبوروزويتس موريزويتس اي حاجه ممكن تحصل له يعني. طيب احنا دلوقتي هنتكلم كجنرال رول كده، اي دواء هقول لك عليه لو ما فيهوش حرف البي يبقى سيف دورنج البريجنانسي، لكن لو في حرف البي يبقى ما يمشيش في البريجنانسي، البي ما تجيش مع البي. تمام، البريماكوين مثلا ما ينفعش مع البريجنانسي لانه بيعمل مشاكل. طيب الاتوفاكون بروجوانيل ما ينفعش مع البريجنانسي لان النص التاني فيه حرف بي. تمام، خد دي قاعده عامه هتكمل معانا. كذلك برضو الادويه اللي هقولها لك كلها بتشتغل على الشق بتاع البلاد، كلهم بيشتغلوا على البلاد ما عدا اتنين بس بيشتغلوا على الهيبنوزويتس. البلاد لما اقول لك حاجه بتشتغل على البلاد يعني بتشتغل ككلينيكال كيور وبرايمري بروفيلاكسس، لكن لما اقول لك حاجه تانية بتشتغل على الهيبنوزويتس يعني بتشتغل كراديكال كيور او تيرمينال بروفيلاكسس. طيب خلينا نتكلم الاول عن القليلين نخلص منهم اللي هم الهيبنوزويتس دولت بس دوايين اللي هم البريما كوين وابنه اسمه التافينو كوين. قلت لك البريما انا لسه ضارب لك بيه في مثال فوق يا اخي ركز. طيب البريما كوين ده في حرف البي فده ما ينفعش مع البريجنانسي. تمام، طب التافينو كوين قلت لك ابنه يعني من شبه اباه فما ظلم، فده برضو ما ينفعش مع الايه مع البريم مع البريجنانسي اللي هو التافينو كوين. طيب البريما كوين ده انا قلت لك فوق ان كلهم بيشتغلوا كلينيكال كيور برايمري بروفيلاكسس ما عدا اثنين وانا بشرحهم لك دلوقتي، فبالتالي البريما كوين بيشتغل كراديكال كيور وتيرمينال بروفيلاكسس لانه بيشتغل على الهيبنوزويتس اللي هم بيبقوا موجودين في الليفر دورمينانت في الليفر. طيب جدعانه بقى مننا عشان هو راجل اسمه بريما تمام وشبه كلمه برايمري كده، خليناه ياخد كمان فانكشن ان هو بيشتغل كبرايمري بروفيلاكسس بس مع الفيفاكس بس. تمام، الفيفاكس دي من نوع من الاثنين اللي بيعملوا هيبنوزويتس برضو لو حضرتك مش مركز. تمام، طيب التافينو كوين ده بقى هو شبه ابوه بس تفوق على ابوه بقى، ده بيقتل كل الانواع، ده بيشتغل كراديكال كيور وبيشتغل ككلينيكال كيور وبيشتغل كتيرمينال كيور وبيشتغل كبرايمري بروفيلاكسس، ده بيقتل الهيبنوزويتس والبلاد فورمز، بيشتغل على كله. يعني انت يكفيك انك تدي الواحد تافينو كوين وما تخافش عليه، ارميه في قلب الملاريا ما تخافش. بس الفكره كلها ان اكيد بيعمل كونترا انديكيشنز جامده، فعلشان كده احنا ايه بنمشيها بالتدريج كده. في الاخر هقول لك انت امتى ترتب افكارك ازاي تدي ايه وبعدين ايه وكده، بس المهم تركز معايا. تمام، خلينا ناخد كده اول دواء معانا النهارده اسمه الكلوروكوين. تمام، او مش الاول بقى، التالت دواء معانا النهارده اسمه الكلوروكوين. طبعا الكلور خلينا ناخدها مقطع كده عشان ايه تركز معايا. الكلوروكوين ده ما فيهوش حرف البي، فبالتالي هو سيف ديورنج بريجنانسي. سربرايز بصراحه، سربرايز. تمام، وكذلك احنا بنحطه لما بنشرب ميه بتبقى مليانه كلور فبيعدي على الكدني، فهو ليه علاقه شويه بالكدني، احفظها لي كده. ان الكلوروكوين لازم تراعي الدوز بتاعته، تعمل دوز ادجستمنت لما تدي لحد عنده رينال امبيرمنت يعني الكدني بتاعته فيها مشاكل، لازم تراعي ده. تمام، طب ايه الكونترا انديكيشنز؟ الكونترا انديكيشنز كمان على اسمها نهر. تمام، لانه بيعمل نوزيا، بيعمل هيدك، بيعمل راش. تمام، الموضوع بسيط جدا. طب ده بنستخدمه في ايه؟ بالله عليك يعني انا قلت لك فوق كلهم بلا استثناء بيستخدموا ككلينيكال كيور وبرايمري بروفلاكسز ما عدا اثنين اللي هم دول وخلاص قلناهم، يبقى ده بيستخدم كايه؟ ككلينيكال كيور وبرايمري بروفلاكسز، يعني بيشتغل على البلاد فورمز الحاجات اللي موجوده في الدم. تمام، طيب نيجي لتاني دواء اللي هو اسمه ميفلو كوين. الميفلو ده افتكروا ان هو بيشتغل يعني الكونترا انديكيشنز بتاعته على المخ. تمام، بلس ان هو ما فيهوش حرف البي فبالتالي هو سيف ديورنج بريجنانسي. تمام، طيب بيشتغل ازاي على المخ؟ المشكله في الاعراض بتاعته الكونترا انديكيشنز انه بيعمل اعراض بتاثر على السي ان اس زي السيجرز، بيعمل سايكوزس. تمام، وكمان ما ينفعش تديه لحد عنده اصلا كونفالجنز، ما ينفعش تديه لحد عنده اصلا ديبريشن. تمام، لان ده بيبوظ الدنيا اكتر. كذلك بيعمل ساينس برادي كارديا، دي من الكونترا انديكيشنز. فاعرف ان الميفلو كوين بيأثر على البرين والهارت. ماشي، وقلنا لك ان هو سيف ديورنج بريجننسي، باقي لنا ايه؟ باقي لنا نعرف هو بيأثر على انهي فورم، وعلى البلاد فورم، ولا على الهيبنوزويتس. قلت لك يا حبيبي ان هو كلهم بيأثروا على البلاد فورمز بس، يعني ده كلينيكال كيور وبرايمري بروفلاكسس ما عدا مين؟ ما عدا البريما كوين والتافينو كوين، يا رب تحفظهم. نكمل، نيجي في النوع الثالث بقى اسمه الاتوفاكون بروجوانيل.
ايوه صح، ايوه، هو اللي انا قلته لك فوق، قلت لك هنا الشق الثاني فيه في حرف البي، فبالتالي ما ينفعش في البريجنسي، فكده احنا خلصنا منه، يبقى ده ما ينفعش في البريجنسي. ايوه، ما خدعتكش المره دي، تمام. واعرف لي بقى ان الكونترا انديكيشنز بتاعته اتو تحسها يعني ليها علاقه بالاورال كده، يعني كلها يعني ليها علاقه بالاورال كافيتي، فهو بيعمل ستوماتيتس وبيعمل ماوس ألسرز، ماشي. طيب انا قلت لك كلهم بيشتغلوا على البلاد، يعني سربرايز، هيبقى كلينيكال كيور وبرايمري بروفلاكسز وبيشتغل على بلاد فورمز بس، بس كده. اه بس كده. طيب ندخل على اللي بعدهم، اسمه كوينين. كوينين ده بقى احنا كده دخلنا على حاجات كلها بتأثر على الاوديتوري، كلها بتعمل مشاكل كونترا انديكيشنز في الودان. طيب خلينا الاول نبدأ بالارت. الارت ده يعني الفن يا جماعة، انا حتى اعملها لكم شكل التي كده على شكل العلامة موسيقية، تمام. عايزك تفتكر لي بيتهوفن. بيتهوفن ده كان موسيقار ألماني بيلعب على البيانو وبيعمل حاجات كتير جدا، يعني من أشهر الميوزيشنز اللي موجودة في الدنيا كلها. الراجل ده من سوء حظه مش بس جاله ملاريا، لا هو ما جالوش ملاريا، هو حظه كان عسر أكتر من كده. الراجل ده في آخر حياته سمعه تدهور لدرجة إنه انطرش، بقى أصم تماما، تمام. فحصل له irreversible hearing loss. فافتكر لي كده ان الارتميسر ليوم فانتيرين، ربنا معاكم اقروها انتم، الدواء ده بيعمل irreversible hearing loss. طب انت شايف في حرف البي؟ لا ما فيهوش حرف البي، فبالتالي ده safe during the pregnancy. طيب النوع التاني اسمه كوينين. كوينين، عارف انا بحسيته انا بقول كده، انا سامع طنين في وداني، في وداني كده زنت كده. ده بيعمل حاجه اسمها سينكونيزم، تمام. السينكونيزم ده بتبقى مشاكل كلها في الودان، بيحصل فيها تينيتس. التينيتس ده يعني طنين في الودان، ودنك كده بتزن، فده بالتالي بيعمل لك هيدك، ما انت اكيد هتصدع، ماشي. وده كمان بيقلل الاوديتوري اكويتي، يعني ودنك قدرتك على السمع بتقل، سمعك بيضعف، بيحصل لك فيها نوزيا ودايريا وبلورد فيجن، يعني شويه كولكشن اعراض كده. طب الكوينين ده في حرف البي؟ لا ما فيهوش حرف البي، فبالتالي هو سيف ديورنج البريجنسي. يبقى كده الاثنين اللي بيأثروا على السمع امنين مع الولاده، تمام. بس المشكله كمان في الكوينين ده ان هو بيعمل اعراض بتختصر في كلمه راب، تمام، اللي هي راش، ارتكاريا، وبيعمل بيوريتاس، ماشي. طيب هاجي بعد كده اكلمك عن اول حاجه انا كلمتك عنها اللي بدات بيه اختم بيه، البريما كوين. انا قلت لك ان هو في حرف البي، تمام، فبالتالي هو مش سيف ديورنج البريجنسي. طب اوضح لك ليه هو مش سيف ديورنج البريجنسي. ما بينفعش في البريجنسي لان هو بيجي عند الناس اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي، بيعمل لهم هيموليتيك انيميا. طب افرض انت اديته لواحده بريجننت وابنها عنده الديفيشنسي في الجلوكوز 6 فوسفيت وحصل له هيموليتيك انيميا، دي ممكن تكون فيتال، الجنين ممكن يموت جوه بطن امه، يعني ده حاجه ازمه، ده انت حبس فيها دي لو حصلت، تمام. فالمفروض ما تديش لاي حد بريما كوين طالما الست بريجننت، تمام. وقلت لك فوق ان ده هو الاكسبشن، هو وابنه هم دولت اللي بيستخدموا كراديكال كيور وتيرمينال بروفيلاكسس، وقلت لك ان البريما كوين بيستخدم برايمري بروفيلاكسس بس مع الفيفاكس، ماشي، احفظها. طيب التافينو كوين ده، عارف ده اصلا اتسمى تافينو ليه؟ الملاريا اول ما دخلت الجسم ولقيتك واخد تافينو كوين قالت انا انطفيت، انا انطفيت يا رجاله، خلاص ماتت، لان هو بيموت كل انواع الملاريا. ده بيموت الفيفاكس، الاوفالي، الملاري، بيموت اللي في البلاد، بيموت الهيبنوزويتس، بيموت كله، ما بيسيبش. التافينو كوين ده بص يعني ده عدى ابوه بشويه. فبس مشكلته حاجه كمان، ان هو مش بس بيطفي الملاريا، هو بيطفيك انت شخصيا. هو ده بيعمل لك هيدك، بيعمل لك باك بين، بيعمل لك ديزنس، بيعمل لك نوزيا ودايريا، يعني بيخليك متكسر كده، ظهرك وجعك، فهمني، الدنيا كده مش متظبطه معاك. فعلشان كده قلت لك التافينو كوين هو حلو وكل حاجه، بس يعني خليه في الاخر، لو في حاجات اعراضها اقل دي في الاول، تمام. طيب الكونترا انديكيشنز بقى مع التافينو كوين، اكيد زي ابوه مع الناس اللي عندها جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي، فما ينفعش تديه للست اللي هي حامل لان ممكن يكون ابنها كده، ما ينفعش تديه لطفل لاكتيتنج بيرضع، يعني ما ينفعش تديه لست بترضع وابنها عنده الانيميا دي، او لست بترضع، تمام، يعني ولا الطفل ولا امه، ما ينفعش تديه حتى لحد بالغ، ما ينفعش تديه لاي حد عنده جلوكوز 6 فوسفيت باختصار ديفيشنسي يعني. طيب كمان المشكلة ان هو بيعمل سايكوتيك ديسوردرز، ماشي. طب قلنا ايه تاني بيعمل سايكوتيك ديسوردرز؟ اللي كان في ام اللي هو كان اسمه ايه بقى؟ ايوه، الميفلوكوين، تمام. الميفلوكوين قلنا بيعمل نيورو سايكاتريك كومبليكيشنز زي السيجرز والسايكوزس، وما ينفعش تديه مع الناس اللي عندها كونفولجنز وديبريشن. حفظت؟ حفظت. طيب كده خلصنا كل الأدوية،
امتى ندي الانتي ملاريا دراجز وندي ايه؟ لو الحاله انكومبليكيتد يعني الدنيا مش بايظه معاه كده، ادي له اول حاجه كلوروكوين. انت لو تلاحظ احنا بس مش محتاجين نراعي حاجه غير ان احنا نعمل دوز ادجستمنت في الناس اللي عندها رينال امبيرمنت، تمام؟ ده لو هو ايه كلوروكوين سنسيتيف. طب لو هو ريزيستنت بقى الدواء ده ما بيعملش معاه حاجه، خلاص هنفكر في الايه في الاختيارات دي على حسب الترتيب. اول حاجه نفكر فيها للريزيستنت حاجات بتبدا باول حرف في الالفابيت اللي هم ايه ارت اللي انا قلت لك عليه بتاع الفن، بس ده ارت ميسر، تمام؟ والاتو اللي هو كان الحاجات بتاعته اورال، الاعراض بتاعته اورال، بيعمل استوماتيتس ومش عارف ايه. الاتوفاكون، بروجوانيل، ايوه البي اللي هو ما كانش بينفع مع الست الحامل، تمام؟ تاني حاجه فيها انين اللي هو السكند انين اللي هو كوينين، بس بتدي معاه دوكسي سايكلين او تترا سايكلين او كليندامايسين، اي واحد من الثلاثه ينفع معاه، تمام؟ بس برضو مشيهم بالترتيب، يعني ادي دوكسي سايكلين ما لقيتش، ادي تترا سايكلين ما لقيتش، ادي كليندامايسين، يعني خلي كليندامايسين اخر اوبشن. طيب في السيرد بقى اخر احتمال خالص انك تدي له ميفلوكوين. ما هو خلاص انت يعني دي الحاله انكومبليكيتد، بس انت مش عايز تطرشه، يعني اه ماشي تجيب له شويه صداع، تجيب له مشاكل نفسيه، يخرف شويه، مش عارف ايه، يتشقلب شويه، بس هتنقذه يعني حياته اهم. طيب ما عندكش اي ادويه من دي او لان الحاله كومبليكيتد، ساعتها بقى مش مشكله تروح ودان الراجل ما يسمعش بيتهوفن، ما يسمعش خالص، بس المهم ان الراجل ده يعيش. فهتدي له الارت والكوينين اللي هم ساعات ممكن يعملوا اوديتوري لوس او مشاكل في الهيرينج. في النهايه اتمنى اكون افدتكم، واتمنى ان الحاجات البسيطه اللي حاولنا نعملها دي توفر عليكم وتفتكروها في الامتحان. وحابب اشكر زميلي محمد سعد طبعا، ان هو اللي عمل الرسومات الجميله دي وهو اللي ساعدني في البرزنتيشن. طبعا حابب اشكر كل الناس اللي تعبت طول السنه في انهم يظبطوا ASM Minds Team، وشكرا جدا ليكم على حسن استماعكم.